هنبدأ دلوقتي نتكلم سريعا على الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنت والاي اي. الاي اي احنا بنسميها الاي اي ارتفيشال انتليجنت. الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي ليه مجالات كتير خلاص وليه اشكال كتير، بيتحط في مجالات في الحياه كتير وبيتكتب بلغات برمجه مختلفه وليه منهجيات او ليه علوم مختلفه. علوم مختلفه بمعنى ان اوعى تفتكر ان مجال الذكاء الاصطناعي هو مجال، لا هو مجموعه من المجالات. انا محتاج اتكلم برضو جزء كده. الذكاء الاصطناعي ببساطه جدا هنقول بس ببساطه كلمتين بس مقدمه عنه لاني مش قادر اخش على التمارين نط كده من غير ما تبقوا فاهمين ايه هو ولا ايه اهميته ولا ايه مجالاته ولا الكلام ده كله. فهو مش نظري، هو بس مفاهيم بس بعرفها قبل ما تبدا تخش على المجال. لما بنتكلم الذكاء الاصطناعي دايما بيقولوا دايما الكمبيوتر دي اله غبيه، الكمبيوتر دي اله غبيه زي ما بنسمع دايما، صح كده؟ هنا بيقول لك لا، هنا بقى الذكاء الاصطناعي مهمته او الاي اي، الاي اي مهمتها ان هو ازاي يزود او يطور الاله دي خلاص بان هو يقدر يخليها تاخد شكل ما من اشكال التفكير، مش تفكر لكن تاخد شكل ما من اشكال الايه؟ التفكير خلاص. ازاي نغذيها بمجموعه من الحقائق والمعلومات بحيث ان هو دي حقيقه دي حقيقه دي قاعده في الحياه كده، فعلى اساس كده هو يقدر ياخد قرار، عايز كده انه يقدر ياخد ايه قرار. يعني ممكن في يوم من الايام الكمبيوتر هو ياخد قرار انه يوقف حاجات او يشغل حاجات من نفسه بناء على ايه؟ لو انا انسان وعايز ياخد قرار، افهم عشان بس المجالات ما تخشش في بعض، لان يعني الناس متوقعه ان انا اشرح ذكاء اصطناعي ان انا اشرح لهم ازاي نخلي مثلا الدكه تمشي على الحيط، مش كده خلاص. ف ازاي الانسان الطبيعي العادي بياخد قرار؟ بتقول لي والله الحق دي البلد الفلانيه عايز تخش لنا من على الشمال والبلد الفلانيه عايز تخش لنا على اليمين وهيخش يغزونا من تحت ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. انت الاول كده عملت لي ايه؟ غزتني ببعض المعلومات، صح؟ انا عندي قواعد او عندي حقائق ان انا عندي مثلا الجيش بتاعي حجمه كذا، انا عندي مش عارف الناس امكانياتها في الحته الفلانيه، عندي ناس تقدر توصل او ما توصلش، عندي دي مجموعه من الايه؟ من الحقائق الموجوده مفيش فيها اختلاف، وعندي مجموعه من الرولز اللي هي قواعد ما ينفعش اقول لهم عدوا البحر من غير ما يكون عندي مراكب، ما ينفعش اقول لهم اعملوا حاجات اساسيه. على اساس الخلفيه اللي عندي دي بقدر اقول خلاص يبقى نعمل كذا، صح؟ هو ده الحته اللي احنا بنتكلم فيها، ازاي نخلي الجهاز هو ممكن من خلال مجموعه الحقائق اللي موجوده عنده، مجموعه القواعد ومجموعه الرولز اللي هي الشروط. عندنا حاجه اسمها فاكتس حقائق، وعندنا حاجه اسمها ايه؟ رولز قواعد، ما ينفعش تعمل كذا. الجهاز هيعرف ان ما ينفعش الناس تعدي البحر من غير ما يكون عندهم مراكب غير ما انت تقول له؟ لا طبعا، صح ولا لا؟ لا طبعا ما يقدرش، لا اما هيجي يقول لك ان في حل امشي من الطريق ده، فتلاقي ان الطريق ده مثلا بحر، هو ما عندوش القاعده اللي بتقول له ما ينفعش الناس تعدي البحر غير لما ايه؟ يبقى عندهم مركب. تدي له القاعده دي هو يعمل ايه؟ يقدر يقول لك اه مش هينفع احنا غير لما نوفر كذا. قدر ياخد القرار او ما ينفعش الطريق ده ينفع الطريق ده. فهمنا الفكره؟ فهمنا الفكره ماشيه ازاي؟ دي الفكره ببساطه. طبعا في تعريفات بقى، سيبك من التعريفات والكلام ده كله، لكن الاي اي للاسف ما هياش حاجه جديده، الحاجه من الستينات، دلوقتي في 2012 ويمكن للاسف انتوا عارفين للاسف ده خلاص كده. فهمنا الفكره؟ لكن المجال ده مش جديد، لكن المجال القديم الجديد. بمعنى ايه بقى؟ ما تقولش ده قديم خلاص، لا ده هو القديم الجديد، يعني هو قديم ظهوره قديم، لكن هو دلوقتي المتربع على عرش التكنولوجيا، لان التكنولوجيا كلها بقت تمشي في المسار ده. لكن اول ما ظهر ما كانتش الدنيا ماشيه في المسار بتاعه، فين بقى لما بدا ايه ياخد امكانيات ويبدا يكبر الى اخره، خلاص كده؟ طيب حاجه مهمه جدا، ايه مجالات الذكاء الاصطناعي؟ مجالاته ايه؟ يعني مجال ايه ومجال ايه ومجال ايه؟ اول مجال كان اسمه معالجه اللغات الطبيعيه، يمكن اتكلمت عنه اخر حد دخلت لكم فيه،
اللي هو ناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي احنا قلنا فيه ان هم بيقدروا ازاي سنسوا من الناس اللي عماله ترغي دي ويجيبوا ملخصات بالكلمات اللي هي العاديه او الدرجه او الكلام ده كله ويجيبوا لها ملخصات وياخدوا على اساسها قرارات. ده نوع من انواع الاي اي. في معالجه الصور والاشكال اللي هي الايمج بروسيسنج او الباترن بروسيسنج. الايمج بروسيسنج دي اللي هم مخترعينها من واحنا اطفال كده بنقعد نتفرج على فيلم اجنبي ويقدر يسنس الصوره والصوره دي يعني يقدر مثلا يعني ابسط حاجه اشهر مثال الحرامي مربي دقنه ومش مربي دقنه وحالق مش عارف ايه وعامل ايه ويعدوا الصوره على الكمبيوتر صح ولا ايه وبعدين يقول لك ايه هو ده المشتبه فيه بنسبه قد كده وده المشتبه فيه بنسبه قد كده. مجال برضو يعتبر اي اي خلاص كده. الفويس ريكوجنيشن اللي هو معالجه الاصوات اللي هو لما اجي للكمبيوتر وما اقول له ايه ستارت الاقي قائمه ستارت فتحت من غير ما مد ايدي بماوس ولا حاجه. طبعا عارفين البرنامج ده اكيد خلاص. ده اسمه فويس ايه ريكوجنيشن اللي هو ريكوجنيشن يعني ايه تمييز الاصوات او تمييز زي ما انت عايز تسميها ريكوجنيشن مش عارف لها ايه بالعربي لكن المهم الفكره بتاعتها ان هو ازاي قدر يميز الصوت ويحوله الى امر ياخد بيه حاجه. طب مش بس الفويس ريكوجنيشن اللي هو زي حتى الموبايل في الوقت فويس ريكوجنيشن ادوس كده ومعايا الاسم متصل صح ولا فاكرين عارفين طبعا دي معروفه من ازاي قدر يميز الايه نبرات الاصوات تحولت الى صفر واحد اتحط على الجهاز اتحولت الى اشكال الاول ديجيتال وبعد كده اتحولت الى اشكال انالوج عارفين حاجات دي مش عارفين وبعد كده بدا يعمل ايه يطبق الصوت بالصوت. طبعا مفيش حاجه اسمها 100% في مجال الاي اي مفيش حاجه اسمها كده صح 100% مفيش. في نسب دي صح بنسبه 80% بنسبه 70% بنسبه 90% وعايز ان هي مثلا وصلت ل 85% يبقى متاحه اقل من كده مش متاحه مش عارف ايه كلام من خلاص. فعايز ان هو بيحاول يقارن النبره ويبدا يقول والله دي متوافقه بنسبه 70% 80% 90% طالما ان هي توافقت فوق 95% يبقى صح كده مثلا خلاص كده. لا مش بس بقى الفويس ريكوجنيشن الهاند رايت ريكوجنيشن اللي هو اكتب كده بايدي فيحوله الى ايه الى حروف وممكن يكمل لي الكلمه صح ولا ايه ال زي ما قلنا الايمج والايمج ريكوجنيشن برده ممكن نعتبرها او زي ما قلنا الايمج بروسيسنج. في حاجات تانية كتير جدا خلاص كلها تعتبر تبع الاي اي. اي حاجه ريكوجنيشن كده بقدر استنبط من المدخلات اللي هي الخارجيه دي واقدر احولها الى مفهوم ده برده يعتبر من انواع الاي اي خلاص. الريبوت ده طبعا اكتر حاجه مشهوره في مجال الاي اي او اللي انتوا هي دي بالنسبه لكم كنت فاكرين ان هي دي بس الاي اي اللي هو اعمل اي ريبوت أي بيعمل اي عمليه ما بيبقى عنده ايه لازم تفهم كده. الفكره كلها قايمه على مجموعه من الحاجات البسيطه جدا 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 هنشوف دلوقتي ان شاء الله مثال حاجات بسيطه جدا. ايه هي؟ عنده حقائق مسلم بيها. ايه الحقائق المسلم بيها؟ كذا 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 حاجات ما حدش بيختلف عليها وعنده رولز لو كان في كذا ما ينفعش يبقى لازم يكون في كذا لو كان في كذا ما ينفعش يبقى لازم يكون في كذا والى اخره. قلنا تاني يبقى عنده قلنا مجموعه من الحقائق ومجموعه من القواعد. لو انت مثلا روبوت مثلا بينظف يمشي في البيت كده يقعد ايه يروح ينظف كل حاجه ويرجع مكانه ويركن مثلا ده روبوت ذكي مبني على نظم ذكاء اصطناعي خلاص. بيبقى موجود هو عنده مجموعه من الحقائق ومجموعه من الرولز ومجموعه من الريليشن زي ما شفنا من شويه على اساسهم بيبدا يقول لك ايه لا انا امشي هنا لا نفسه وقف تلاقيه على طول متظبط اوتوماتيك اول ما تقف وتلاقي نفسك بتزقه وبتقف يبقى انت اكيد خبطت في حاجه خد اتجاه تاني. ففي اول ما يخبط كده وياخد الطريق التاني ويخبط ورايح الناحيه التانيه ويبدا يمشي خلاص. عنده مثلا بيحدد الاتجاهات اللي مشي فيها بحيث اللي مشي فيه ما يرجعلوش تاني حاجات بسيطه وعايز الحاجات البسيطه دي بتعمل حاجه ذكيه هي دي الفكره خلاص. طيب طبعا في الماشين ليرنينج دي طبعا مجال واسع جدا ممكن ندرس في سنين. ماشين ليرنينج ازاي المكنه الكمبيوتر حتى لو كان الكمبيوتر بس حتى من غير بقى ولا الروبوت ولا اي حاجه ايا كان ايه او حتى لو كان سوفت وير ازاي السوفت وير ده يزود من امكانياته. يعني مثلا
ابقى كاتب مثلا 10 تستر في الكود بيقولوا كذا وكذا 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 وكذا، بيقولوا 5 اوامر او هم 10 بيقولوا 10 ماشي، وتلاقي بعد كمان شويه ما بقاش كده، البرنامج ما بقاش بيعمل اللي انت كنت كاتبه. ليه؟ بدا يتعلم من الناس اللي بتقعد عليه، بتدخل له حاجات معينه، قال لك اه لا يبقى كده كان الراجل اللي بيكود ده بيكود مش كده مش صح، انا المفروض اخد الاتجاه ده، ياخد اتجاه تاني، وتلاقي بقى عنده بقى البرنامج بتاعك بيعمل حاجه غير اللي انت كنت ايه. بلاش دي صعب، نقول حاجه ابسط، نقول حاجه ابسط، نقول حاجه ابسط. انا لسه بتكلم بس على المجالات، ربنا يستر. خلاص هقول لك مثال تاني خالص بسيط خالص. كل الفكره الناس كلها تخش على برنامج معين، البرنامج ده كل ما يجي نخش عليه لازم تكتب بشكل معين او بتكتب بطريقه معينه، الاقي نفسي اوتوماتيك بعد كده اوتوماتيك البرنامج بقى بيعلم نفسه وبقى يقول لك خلاص طالما الناس بتكتب بالشكل ده انا دايما الناس اللي بيخشوا من مصر بيعملوا كذا، الناس اللي بيخشوا على ايه بيعملوا كذا، تلاقيه هو اوتوماتيك لوحده بقى بيساعدهم ان هو يعمل الحاجات دي كلها لوحده اوتوماتيك، بس ان هو يعرف هو منين وهو عامل حاجه لوحده، ده اسمها ماشين ليرنينج. لا بقى مش كده بس، لا يزيد الفاكتس بتاعته، الحقائق اللي احنا بنتكلم عليها تزيد لوحديها، مش بس كده الرولز كمان تزيد. يعني ايه الرولز؟ القواعد اللي هو كان بيمشي عليها، اما يلاقي الناس كلها بتقعد على السيستم بتعمل شكل معين من الاشكال او بتاخد قرارات معينه، فيبدا يقول لك اه يبقى الرول دي مش بتنفع او ما بقتش موجوده، او الرول دي بقت فيه زياده، بقى فيه قاعده جديده الناس ماشيه بيها، يبدا يزود من معرفته. طبعا دي من اهم واقوى مجالات الاي اي حاليا. يبقى كده الله اعلم الاجهزه هتعمل فينا ايه. طبعا ده غير طبعا اللي هو الخيال العلمي، ده حاجة تانية خالص طبعا، ده خيال علمي، ده توقع لكن ما هوش حقيقة. هناخد بالنا نحاول نفرق ما بين الايه المعنيين. الكمبيوتر جيمز، مع اني ما بحبش الجيمز خالص، لكن افهمكم الفكرة عشان اللي هيقرأ الكلمة هيفتكر حاجة تانية مش هي المقصودة. في بعض الكمبيوتر جيمز اللي تعتبر اي اي من وجهة نظر المبرمج، من وجهة نظر اللي بيلعب عليها. بمعنى مثلا الشطرنج، مثلا شطرنج، شطرنج لعبة أنا ما بحبهاش بس ما علينا، لكن الفكرة بتاعتها إن أنا بيبقى عندي خطة بلعب بيها، واللي قدامي بيبقى عنده خطة بيلعب إيه؟ بيلعب بيها. أنا خدت المثال ده بالذات وخده هنعمل عليه فوكس كده، إن ممكن نحل فيه أوضح لكم حاجات كتير بالمثال ده. فهنا أنت لما بتيجي تبرمج بتقول له إيه؟ لو أنت اديت للجهاز، يا ريت تفهموا المثال ده أول، عجبني جدا. لو انا جيت ابرمج الجهاز في لعبه زي دي بالفيجوال بيزك ولا بالسي شارب ولا اي حاجه، هيجي لي تخلف. ليه؟ ليه؟ هدي له طريقه، طريقتين، ثلاثه. فبدا يقول لك لا، اللغات بتاعه البرمجه دي مش نافعانا في الاي اي. افهم بقى، اللغات دي ما بقتش نافعانا في الاي اي. قال لك امال انت عايز ايه؟ قال له عايزين لغه برمجه بشكل مختلف. يعني اقول لك القواعد، والله لو عسكري يمشي خطوه او خطوتين او مش عارف ايه، والله لو مش عارف طبيعه تعمل ايه، والله لو مش عارف حمار حصان يعمل ايه، والله لو تقول له القواعد وتقول له الرولز الشروط، لو دي كانت هنا ومش عارف التاني كان هنا ونزل فوقيها هياكله، لو ده مش عارف ايه، وتقول له ليه الشروط بتاعه اللعبه بس، وهو يلعب. لاني ما اقدرش اقول له العب ازاي، لاني مش عارف اللي قدامه هيلعب ازاي. لو انا كتبت برنامج بايدي يبقى انا لازم اقعد احط شروط، اف ان هو حرك لك ده، الس انت حرك الس، صح ولا لا؟ هتخش في عدد لا نهائي من الاكواد. فهمتوا بقى القضيه؟ وصلتكم الحته دي؟ المثال ده مهم جدا ان يوصلك القضيه. فانا يبقى عليا صعب، هيبقى عليا صعب جدا ان انا اقدر افكر كده. قال لك لو اخترعنا لغه برمجه اديها قواعد اللعبه، تك 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 تك، ارص واديها الحقائق، ان عندك 13 مش عارف ولا 12 ولا كام عسكري، عندك مش عارف كام وزير، عندك كام مش عارف ايه دول، وادي له الحقائق دي اللي هي مسلم بيها، حقائق يعني مش هتتغير، هي كده صح ولا ايه؟ وهو يحاول ادي له سؤال ويرجع للحقائق والشروط اللي عنده ويحاول يجاوب اجابه ايه؟
منطقي. بيحاول يجاوب اجابه ايه؟ منطقي. خلاص كده؟ لا مش موجود دلوقتي، ساعه 3 هات. لا دلوقتي خلاص، دلوقتي خلاص فهمنا الفكره. فقالوا بس يبقى احنا لازم نخترع مجموعه من لغات البرمجه مختلفه تماما عن طرق البرمجه المعتاده والمعروفه، بحيث ان احنا نبدا نديها مجموعه من الفاكتس، مجموعه من الرولز، مجموعه من الريليشن، واديها اسئله وترد عليا، وعلى اساس كده تبدا ايه تشتغل. السؤال بعد اذنكم مش عارف، لو احنا وصلنا اللي هو بيقوله ده هنتنقل من مرحله مختلفه. ايه هو اللي بيقوله؟ انا لقطت كلمتين على طول كده وقلت اقولهم ليكم. يعني ايه هو اللي بيقول لك لو قدر البرنامج ياخد طرق اللعب اللي انا لعبت له بيها وياخد خبرتي انا وطريقتي وده ياخد طرق ده مش عارف ايه، بقى هنا حصل له بقى حاجه ثانيه اللي هي نرجع لها اللي هي الماشين ليرنينج. بدا يتعلم من الايه؟ من الاسلوب اللي لعب بيه الثاني ويضيفه للبرنامج اوتوماتيك، مش انا قاعد لسه برمج تاني. وصلت؟ طيب طبعا النيورال نتوركس ديت اللي هي الشبكات العصبيه دي طرق بقى طبعا ليها مجالات كتير في الاي اي وفي الحاجات زي كده، لكن هي طرق تتبسط يعني في حاجه بسيطه هقولها مثال بسيط. يعني النيورال نتورك الشبكات العصبيه فكرتها ايه؟ فكرتها بس مش قادر، لكن دي مجال كبير يعني. فكرتها ايه؟ ببساطه جدا قال لك بص المثال البسيط ده، بيقول لك اعرض شويه صور على عيل صغير مش قبل 10 ده قبل حتى الخمسه، وعرضنا له مثلا شويه صور، وريته صوره قطه وتودي قطه وصوره شجره مش عارف ايه كلام من ده. خلاص كده توقع بقى ان انا بعد فتره هو قاعد وبيطلع له صوره بتاعت حاجه تانيه مثلا صوره نمر، توقع هيرد عليك يقول لك انت ما وريتوش صوره نمر، توقع هيرد عليك يقول لك ايه؟ قطه، صح ولا لا؟ الحته دي على قد بساطتها كده معقده جدا لو انت عايز تعملها بالجهاز او بالكمبيوتر، صح ولا لا؟ هو الواد اول يحاول يقرب اقرب حاجه هو يعرفها، اقرب حاجه هو ايه؟ يا رفع. لو جيت وريته بعد الشجره ورده ممكن يقول لك دي شجره، صح ولا لا؟ ما يفهمش. وريته نخله يقول لك دي شجره، مش قادر ايه اللي هو في حدود اللي موجود حواليه قدر يوصل. ازاي قدر يوصل؟ طبعا معروف ان الانسان وتفكيره ومخه كله مكون من شبكه عصبيه، خلاص مجرد اعصاب، شويه اعصاب جنب بعضيها، الاعصاب دي بتتجمع بتعمل شبكه صعبه جدا، شبكة معقدة جدا، خلاص؟ شبكة صعب ان احنا نفهمها جدا 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 جدا. احنا ممكن نفهم كمبيوتر، ممكن نفهم اي مجال، لكن الحاجات دي صعب علينا نفهمها، لان دي بقى طبعا من صنع الخالق طبعا، مش هنقدر احنا نفهم الكلام ده، خلاص؟ لكن هم بدأوا يقول لك ايه؟ نحاول نجمع حاجة اسمها شبكات عصبية، مجموعة من مش هنقول الاعصاب، لكن مجموعه من الايه؟ من القطع اللي بتاخد مؤشرات معينه وبتتكامل ما بينها وبين بعض، تقدر تديك ايه؟ او مجموعه من الخلايا ما بينها وبين بعض، كل خليه 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 خليه، كل خليه بتحاول تعمل عمليه معينه، وبيحاولوا يدوا لبعضهم البيانات ديت بحيث ان هم يقدروا يعملوا ايه؟ حاجه مماثله. بص بقى للمعلومتين دول، في شركه بريطانيه مشهوره جدا 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 وصلت في المجال ده ان تقدر تخلي في اللي هي الماكينات اللي بتقف على الشارع دي، لما تقف قدامها تتعرف على منظرك، مش بصمه عين ولا بصمه صباع ولا بصمه رجل ولا الكلام ده، لا تحاول تعرف منظرك وتقدر تسحب فلوس او ترجع فلوس او مش عارف ايه من الكلام ده، خلاص. طيب فيش برضو من استخدامات الشبكات العصبيه اليابان في اشهر تطبيقاتها، عملوا اكبر مخ صناعي في العالم بيضم بليون خليه عصبيه، كل خليه بتعمل عمليه، بليون خليه عصبيه اللي هي ما تناظر 1% من مخ انسان، خلاص ده شغل سبحان الله يعني، خلاص. تعالى يورينا احنا قد ايه قليلين،
قد ايه احنا قليلين جدا مهما تقدمنا. خلاص يقعدوا لك بقى بلاش افتح عشان ايه من خلاص. لكن طبعا لكن بتخزن اكتر من انسان، بتلينك المعلومات اسرع من انسان. خلاص لكن ما زالت ما بتقدرش تعمل كل حاجه بقدر يعملها الانسان. خد بالك برضو من الفارق، ما تقوليش دي بتعمل اسرع، دي ممكن تحتفظ بملايين الكتب وملايين المعلومات. اقول لك ده صحيح، انا ممكن الانسان ما يقدرش خلاص، مع ان مخ مؤهل لان هو يقدر، بس احنا ما نقدرش نستغل في مخنا غير نقاط طفيفه. لكن ما زال في حاجات بيعملها الانسان مش قادرين نحولها، مش قادرين نفهمها بتتعمل ازاي، مش قادرين. لا طبعا ما نقدرش، لكن انا بقول لك ببساطه جدا في حاجات ما بنقدرش نحولها، دي برضه نقطه مهمه جدا. مش كل حاجه في الحياه نقدر نحولها الى ذكاء اصطناعي، مش هنقدر خلاص. حاجات ما بنقدرش نحولها، حاجات تلقائيه ما نقدرش نحول، حاجات لا يمكن ان تصاغ في شكل قواعد وفاكتس ومش عارف ايه اللي هم توصلوا لها، مع انها مهمه جدا وكويس جدا ان قدرنا نوصل للمعلومات. خلاص كده. طيب اهم لغات برمجه الذكاء الاصطناعي IBL اللي هي Information Processing Language، بس مش أهمها، دي كانت أولها، دي كانت إنتاج 56 ستينات يعني، صممت خصيصا لمعالجة المعلومات. عيبها صعبة جدا، كانت تقريبا زي الماشين لانجوج كده، فيها كام كلمتين ثلاثة كده بس وخلاص، وبقى تعرف تعمله أنت بقى لوحدك. بعد كده طلعت لغة مشهورة برضو اسمها ريتا، اتشهرت جدا اللغة دي. أول لما استخدموها في نظم الخبرة اللي هي حاجة اسمها Expert System، نظم الخبرة لمكافحة الإرهاب الدولي. طبعا نظم الخبرة ده مجال مهم جدا، معرفش ما جبتوش ازاي في المجالات اللي كانت موجودة فوق، لان هو مجال اساسي من مجالات الـ AI. نظم الخبرة اللي هو ازاي انا كإنسان عندي مجموعة من الخبرات، ازاي احط الخبرات دي على جهاز او على مكنة او على برنامج، خلاص بحيث ان البرنامج يبقى عنده خبرة. يعني مثلا ايه انا مثلا خبير في الطب في مجال اي حاجه، خلاص كده، في او نقول مجال محدد، في مجال مثلا القلب مثلا. فبيقعد انت تقول انا عايز اعمل نظام خبره، تعمل ايه؟ مش بتقعد معايا انا لوحدي، لا بتقعد مع مجموعه ناس كتير جدا من الخبراء في نفس المجال. وكل ما كان نظام البرنامج ده بيتكلم على حته صغيره، كل ما كان برنامج اقوى عشان بتنقل الخبره كلها بالتفصيل. بيجي يعمل ايه بقى؟ يقول له ايه؟ تقول له دلوقتي واحد جاي يقول لك انا شاكك، تعمل ايه؟ تقول له اساله اقول له كذا، لو رد عليا قال لي كذا يبقى احتمال يبقى عنده كذا، لو رد عليا يبقى كذا يبقى احتمال كذا، لو رد عليا كذا اقول له اعمل لي التحليل كذا، لو رد عليا كذا قال لي اقول له اعمل كذا، صح ولا ايه؟ والتاني يقول لك لو رد عليا كذا اعمل، تبدا تجمع بقى ليه؟ تجمع كلهم عاملين يقولوا ده، ونبدا نصيغ الكلام ده في شكل برنامج. وبعد ما نصيغه في شكل برنامج يجي الراجل بيقول لك ايه، انا شاكك ان انا عندي كذا. فتقول له طب إيه انت عملت كذا؟ يقول لك لا انا عملت كذا. يقول لك طب خلاص ماشي، طب اعمل لنا التحليل الفلاني وقول لي نتيجه التحليل. يقول له عملت التحليل وطلع النتيجه كذا. يقول لك طب انت طلعت النتيجه كذا، طب يبقى كده في احتمال نعمل كذا، انت لا معلش خد الدواء كذا وقول لي الاعراض بتاعتك ايه. تقول له الاعراض بتاعتي بقت كذا. يقول له خلاص يبقى انت ما عندكش كذا، يبقى خش خد كذا. كل دوت برنامج. ده برنامج اسمه ايه؟ اكسبرت سيستم. يبدا بقى الاكسبرت سيستم دوت يقول لك في الاخر خلاص يبقى اعمل كذا. طبعا من اشهر المجالات، طبعا انا من احب المجالات ليا في النظم الذكاء الاصطناعي هي الاكسبرت سيستم. في سيستم مشهور جدا جدا معمول له ضجه اليومين دول على الانترنت، اكسبرت سيستم، اسمه بيعمل تشيك كانسر. سيستم ممكن ينقذ حياه بني ادمين. كل الفكره بتخش تعمل عندهم ريجستريشن، تشترك عندهم يعني، وتدخل بياناتك وبيانات الاسره بتاعتك وتبدا تتابعهم. انا حصل لي كذا وحصل ليش كذا مش عارف ايه. ممكن في مره السيستم يرد عليك يقول لك على فكره انت عرضه لمرض الكانسر، عرضه لمرض الكانسر للسرطان، خلاص
لك انت عرضة لمرض السرطان ليه؟ تقول لك اعمل كذا واعمل لي بسرعه الفحوصات الفلانيه مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. ولو انت مريض يتابعك. سيستمز ليها قيمه في الحياه، ومع انه بسيط جدا وممكن على فكره يبرمج باي لغه، ممكن مع انه صعب ان هو يبرمج مثلا بلغه زي لغه الفيجوال بيزك ولا السي شارب ولا الكلام ده صعب، لكن ممكن احط شويه قواعد بسيطه جدا. اف ان هو قال لي كذا يبقى ارد عليه كذا، الس ان هو عمل كذا اعمل كذا، هو كله مختزل في الاف والزين والالس، بس موجه الى شيء ايه مفيد في الحياه. جميل جدا. المهم ده كان مهمته الريتا ده انه يكافح الارهاب الدولي. ازاي بقى؟ بالخبره. يدي له كل الناس الخبيره في المجال ده تحط كل خبراتها تتحول لاوامر وبرامج، والبرنامج يقول لك خد بالك الدور الجاي اول مجموعه ارهابيه هتطلع من البلد الفلانيه في الحته الفلانيه. خلاص. في لغه تانية طلعت وهي ما زالت دلوقتي في الوضع الحالي في السنه دي، في السنه دي السنه اللي احنا فيها دي، هي اشهر لغه ذكاء اصطناعي، لسب، اللي هي اختصار لكلمه ليست بروسيسنج. خلاص اشهر لغه ذكاء اصطناعي في الوضع الحالي. خلاص، لان هي بتتعامل مع لغات اخرى. لغه تانية اسمها برولوج او برولوج، اللي بنطقها انطقها كتير، لكن هي اصلا ابريفيشن او اختصار لكلمه بروجرامنج ان لوجيك، البرمجه بالمنطق، البرمجه بالايه؟ بالمنطق. وهي دي موضوعنا، احنا اخترنا دي لان هي ممكن تكون ابسطها. لغه منطقيه تعتمد على تركيب بسيطه ذات انتشار كبير جدا في اوروبا واليابان. خلاص، منتشره جدا في اوروبا واليابان. في بعد كده سمول توك. سمول توك ده برضو من الحديث اللي احتمال كبير جدا هو اللي ياخد الدنيا معاه. خلاص، لان هي اوبجكت اورينتد بروجرامنج، موجهه كلغات ذكاء اصطناعي، تمتاز طبعا بالرسوم واستخدام الويندوز والكلام ده كله. خلاص، طيب دي كانت اهم لغات البرمجه في الذكاء الاصطناعي. هنبدا دلوقتي نتكلم على البرولوج في ابسط الامثله، اللي هي حاجه بسيطه جدا، مثال بسيط جدا هناخده، اللي هو مثلا لو انا عندي اسرتي اعرف ازاي مثلا ده اخ ده اب ده ام ده مش عارف ايه، بس الحاجات البسيطه دي هل ينفع نمثلها وايه شكل تمثيلها وتمثل ازاي ويكتب الاكواد فيها بالشكل ازاي. خلاص كده،